ولكن يأتون من حيث الجانب العاطفي لدى الإنسان أو الجانب العقلي لدى الإنسان، بأن أنت لك الحرية ولك أن تفكر كما تشاء، والله وأنت لديك العقل. طبعا هم لا يعترفون بوجود الله سبحانه وتعالى حتى يقولون له أن الله تعالى أعطاك عقل، لأنهم إذا قالوا هذا الكلام فسيناقضون أنفسهم. بل أنهم هم عندما ظهرت الوجودية وغيرها من التيارات الفكرية، هم يعني زين لهم الشيطان أن الوجود بأسره إله، الكون هذا بأسره إله، والإنسان هذا يعتبر إله لأنه يتصرف كما يشاء، من أجل أن يبعد الإنسان عن وجود الرب سبحانه وتعالى الخالق للكون والموجد له والمدبر لأمره والقادر على تصريفه سبحانه وتعالى. حتى وصل بهم الأمر أنهم يعني في ثورتهم الأخيرة على الإسلام، عندما أعلنت أنها صليبية جديدة في أو قبل تقريبا 24 سنة من الآن، وشنوا حملتهم الحاقدة على الإسلام وحربهم الشعواء على الإسلام، وصل بهم الأمر أن يقف المتحدث باسم خارجيتهم أمام قنوات الفضاء يهدد الطبيعة، لأن هذا الإنسان في وجهة نظرهم هو الذي ينبغي أن تلبى أوامره، وأنه هو القاهر لهذه الطبيعة، حتى خاطبها بقوله، واعتبروا ذلك جزءا من تصريحاتهم السياسية. وما علاقة ذلك لا ندري، الله أعلم، ولكن لكي يظهر حالهم وحال فكرهم أمام البشرية، عندما قال وعلى الطبيعة أن تنزل من الثلوج للأمم المتحضرة بنفس الكميات التي كانت تنزلها في الأعوام السابقة، لأنه خلال تقريبا سنتين أو أكثر كانت في تلك الفترة عندما شنوا حربهم على الإسلام قلت نسبة الثلوج الساقطة على الجبال معهم. وهذه الثلوج طبعا من فوائدها أنها عندما يأتي الطقس الدافي تبدأ في السيلان على شكل أنهار لتخصب أراضيهم ولتنبت لهم الزرع، فهذا يهدد الطبيعة أن عليها أن تنزل من الثلوج على الأمم المتحضرة، ما على كل الشعوب، نعم، على الأمم المتحضرة بنفس الكميات، وهو يحدد لها كما يشاء. ولكن سبحان الله، بعد هذه الهجمة الشرسة تطالعنا المقالات والكتب وغيرها التي تدل على أن هناك أمرا حصل من حيث لا يحسبون ومن حيث لا يعلمون، وذلك برغبة كثير من الناس الذين لا يعلمون شيئا عن الإسلام في الاطلاع على مكنونات هذا الدين وعلى حقيقة الإسلام، ولماذا هذه الحرب على الإسلام، وكان سببا في دخول الناس أفواجا في دين الله سبحانه وتعالى من مختلف الأقطار ومن مختلف الشعوب. كما قلنا في البداية، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ولكن القضية ليست كما يريدون وليست كما يشاءون. وعندما أيضا نركز في موضوعنا على فئة الشباب، فإن ذلك يعني أن هؤلاء الشباب هم المعنيون وهم المقصودون في كل أمة من الأمم. هم في الحقيقة هؤلاء الصهيونية الماسونية التي تحرك التيارات الفكرية الفاسدة الماجنة المنحطة البعيدة عن كل خلق إنساني، إنما تستهدف الشباب، وهم أيضا ليسوا أعداء للإسلام فقط، بل هم أعداء للإنسانية جمعاء. وهذا طبعا امتداد للثورة اليهودية على الرسل وقتلهم لرسل الله وقتلهم للصالحين من عباد الله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون.
وذكر الله سبحانه وتعالى قتلهم للأنبياء بغير حق وغير ذلك من القضايا التي وقعوا فيها، فهذه الجذور لا تزال تشتغل في هذا العالم.